مرحبا فيكم من جديد مشاهدينا مباشرة من ملعب صيدا البلدي. الشوط الأول بين الأنصار والصفا كان عم ينتهي بالتعادل السلبي 0-0. يعني من عناوين الشوط الأول هو الاستحواذ الأنصاري لكن من دون صناعة الخطورة الحقيقية. الحذر الزايد عن اللزوم خليني نقول بالنسبة لفريق الصفا يلي خلاه ما يخاطر هجوميا، وبالتالي أيضا الشوط الأول ما ينشهد فيه أي أهداف. بالوقت يلي بننتظر بالشوط الثاني وبنأمل أكيد أنه المباراة تكون أفضل كابتن جمال، يعني هالعنوانين يلي بدي أحكي عنهم، اولا استحواذ الانصار وهذا امر كان متوقع بالنسبه لنا مع وجود لاعبين بيعرفوا يستلموا الكره وبيعرفوا يتصرفوا فيها، لكن بالثلث الاخير من الملعب الانصار ما انه حاضر، او بالاحرى الثلاثي الهجوم الانصاري بعاد عن بعضهم وما لقى الحل. ايضا عندنا بتلعب مع فريق مثل الصف الجريح مثل ما توقعنا بيكون عنده الحذر والحرص الدفاعي وعم يلعب بنظام 4-2-3-1 عم يتحول ل 4-5-1، فبالتالي حتى حسن هزيمي حتى انصو عم بيقوم بواجب دفاعي. عم نشوف انصو ملازم لاونيجا كثير ليمنعه من التمرير، عم نشوف في رقابه لسيئه على حجي مالك وعلى اللواتي، مثل ما قلنا اللواتي وانصو او نصار عم يكون في ثلاثه، لاعب ارتكاز مع ظهير ومهاجم عليهم، كذلك امر الميل الثاني، مع زيد عليهم في بطء بالتحضير نوعا ما فريق الانصار خاصه من الخلف من عند معتز وحسن بيطار. بس عم ينجبروا يرجعوا للخلف كابتن، لانه الصفا يعني متمركز ب 10 لاعبين بملعبه او ب 9 لاعبين خليني اكون دقيق بملعبه، يعني باستثناء ارنست اول مدافع عم يكون ارنست بعمليه الضغط، وبالتالي عم يجبر الانصار يرجع لورا ليرجع يطلع الطابق او يبني الهجمه، لكن اعتماده على الكرات الطويله ما عم يخليه يبني الهجمه بالشكل الصحيح 100%. هي شغله لانه عم يكون في ضغط كثير كبير من خلال لاعبين الوسط على اونيجا وعلى عدنان حيدر وعلى بلال نجدي. اذا بتلاحظ هون لازم يتغير، يعني عم نشوف نحن عم يجي عدنان حيدر ياخذ من معتز او عم يجي بلال نجدي ياخذ من بيطار، المفروض نجدي وعدنان حيدر واحد منهم على الاقل يدفش لقدام عند اونيجا، وبالتالي هن اكثر يقربوا ويوسعوا الملعب معتز وبيطار، ويكون في انتشار طولي لشبريكو اكثر هو وحسن بيطار. جرب يعمل هذا الموضوع. حذر صفا مع شويه عدم انجرار انصاري خلت هذا المباراه هيك، بس بالنهايه الانصار لازم يجازف وهذا لازم يصير بالشوط الثاني. هون صار عم بيخلي في بطء للتحضير، عم بيحاولوا يلعبوا الطويل وهذا كان عم بيكون صد سهل امام مدافعين كابتن الصفر. يعني ضمن هيدي النقطه يعني حسام اللواتي وموني مراقبين، يعني اول ما عم تطلع الطابه باتجاه واحد منهم الظهير الصفاوي عم يوصل بنفس الوقت مع لاعب الارتكاز تيعملوا 2-1 ويمنعوا يتحرك بالكره. هذا الامر خلى عبد الله ابو زمع يطلب من نصار وشبريكو يطلعوا قدامهم، والاعتماد كان على الكرات الطويله من خلال عدنان حيدر، لكن حتى هالامر ما نجح، ما حدا عم يروح بالعمق تيستلم الكره العرضيه من نصار او من شبريكو. هيدا اللي لازم اللي يكون في من هون اللي انت كنت حكيت قبل المباراه عنه، عدنان حيدر المفروض صار لازم يزيد منه كافي اللي عم يعملوه للظهيران مع الرباعي، لازم عدنان حيدر يزيد لانه عم نشوفه تواجده بالخلف ما بدون فائده خاصه انه صفا متراجع، فبالتالي لازم يزيد عدنان حيدر، الا اذا كمان يمكن مع الوقت اذا اضطر يشرك علاء البابا على حساب لاعب من الوسط يكون عنده اضافه هجوميه. لكنه في نقطه كثير مهمه هي انه فريق الانصار كانه هو عن هذه اللي انت موضوع الصبر، لكنه عم يعتمد كثير على الكرات الثابته، شفنا الركنيات عملوا جمل فيها حلوه كثير، يعني في ركنيه عملت باينين انه شغالين عليهم على وعم يصنعوا الخطر، هذه الشغله منيحه انك تعتمد على الكرات الثابته، ممكن احيانا تخلص مباراه من كرات ثابته، لكنه كمان بنفس الوقت بحاجه لجرأة اكثر هجوميه ومجازفه هجوميه، لانه الانصار كمان بحاجه انه يفوز لحتى يثبت انه هو منافس على الدوري، بحاجه انه يفوز هذه المباراه، فبالتالي لازم يجازف الشوطين. طيب. هل حذر الصفا المبالغ فيه قتل المباراه؟ لان ليه عم اقول مبالغ فيه؟ لان شفنا الصفا عند ما قرر يهاجم واحدة من الكرات المرتدة اللي لعبها ارنس قدر يصنع الخطورة، والخطورة الأكبر كان بفرصة حسن هزيمي. الآن صفا عم بيحاول يدافع ويسرق عبر أخطاء، يعني شفنا أنه الكرة مقطوعة ضغط على اللواتي قطعوها منه مرروها لأرنست عمل هجمة مرتدة خطرة، وهو يعني الوحيد أرنست يعني المفروض أنه لو حدا بيمرر له كان الوحيد الموجود هو اللي فايق هو اللي حاضر وجاهز فنيا وعالي وعمل كرة مؤشرة لحسن هزيمي كان يتعامل معها بشكل أفضل، لكنه صفا إذا بده يفتح اللعبة مع فريق الأنصار الحاضر على كل المستويات بهذه المباراة بعتقد يمكن يتكلفوا
فمشان هيك ومتحفز وعم بيحاول يعتمد على الاخطاء وعلى اي هجمه مرتده ممكن يسرق منها جول. ايضا بالناحيه الهجوميه الصفويه شفنا تركيز لاعبي الوسط تحديدا مصطفى انصو ومحمد شمس على ايصال الكره دائما لارنس بالوقت يلي عمر الكردي وحسن هزيمه ما تم تموينهم بالكرات بالشكل اللازم. مع العلم انه عمر الكردي بالموسم الماضي بالمباراتين امام الانصار مثل ما ذكرت بالتعليق سجل 3 اهداف. يعني اليوم ما عمر لليوم بعده ما يمكن ما نتيجه تاخره عن التحضير الموضوع او متاثر بعمل المجموعه منه بالصوره المطلوبه عمر بهذه الفتره ولو انه هو لاعب سريع وحاضر وخطر لكنه الوحيد اللي بنحس ارنست هو ممكن يكون محطه يقدر يستلم الكره مثل قاتل ويصارع عنده مهاره فنيه لحتى من خلالها يخلي فريق الصفا يطلع. بس بنرجع بنقول عنده وراء كثير فريق الانصار ممكن الشوط الثاني يعتمد خاصه على البابا من الناحيه الهجوميه محمد قاسم من ناحيه الوسط اذا بده يسرع يفعل العمل عمل لاعبين الوسط من ناحيه السرعه او الزياده العدديه ممكن يلجأ لها. المفروض أنا برأيي الشوط الأول منه مملكاً تكتيكياً جيد عالي جداً تكتيكياً يعني بين المدربين صحيح المفروض نشوف شوية مجازفة أو جنون بالشوط الثاني لحتى تطلع مشوقة المباراة. بعد بيقدر يجازف عبد الله أبو زمع بعد مجازفته بمباراة أمام النجمة وإدخال علاء البابا لأنه طمع بين مزوجين يفوز بالمباراة، هل ممكن يعمل هذا الأمر اليوم؟ لازم اليوم. أو مطلوب منه؟ ما غلط هو وقتها أنا برأيي ما غلط كان حقه يفكر هيك أكيد استنادا لظروف الفريق وأدائه لضره هو إنه إصابة اللواتي بديله لعدنان حيدر بعد خروج عدنان حيدر هو اللي عمل فراغ بخط الوسط. طيب رح نروح لبداية الشوط الثاني، الفريقين أصبحوا موجودين على أرض الملعب، يعني طبعا مشاهدينا بنتمنى إنه تستمتعوا بالشوط الثاني ويكون في أهداف، أنا برجع بلاقيكم أكيد بالتعليق على دايل 45 المتبقية، تفضل فارس الهواء لك.